مبسوطة قوي ومتحمسة جدا يعني أشجع الناس اللي حواليا وطبعا يعني حاجة كبيرة قوي إن أنا مترشحة الحمد لله طبعا اتبسطت قوي هند خطيرة يعني ممكن أتكلم عليها بالساعات يعني وطبعا كان معانا ظافر العابدين المرادي وطريق الإبياري فالمسلسل يعني المسلسل عامل باز خاص يعني الحمد لله كانت حلوة جدا كانت حتى أكبر يعني من وأكتر من الجزء الأول ولغاية النهاردة يعني الحمد لله مستمرين على توب 1 في نتفليكس الحمد لله موضوع عائلي الجزء الثالث شيماء للاسف مش قادره اقول عليها حاجه بس يعني حاجه مختلفه تماما وفي مسلسل درامي لسه ما اقول عنه حاجه وان شاء الله باذن الله يعني الدنيا تمت على خير حاجه في رمضان باذن الله مرسي شكرا